لو باع الوطن العربي كما يبيعه غيره لكان هو سلطان الشرق الأوسط. لكن هناك فاتورة لأنه واقف موقف الصمود، واقف بوجه الإمبريالية والصهيونية دفاعا عن شعبه وجيشه ووطنه. وإنني أشكر الشارع السني بكامله في سوريا وفي كل مكان، الشرفاء على وقوفهم بجانب سيادة الرئيس بشار الأسد، وأشكر علماء السنة بأجمعهم، وأشكر علماء الخوارج جميع المتعقلين لهذه الأمور الذين يعلمون أن سوريا محاطة بجرائم وبحروب نتيجة صمودها ووقوفها.